الشيخ رحمه الله غادر العيينة، غادر العيينة. إلى أين يذهب؟ ذهب إلى الدرعية، وكان فيها الأمير محمد بن سعود أميرا عليها، حاكما عليها. وكان الأمير بن سعود مثل غيره من الأمراء يمشون على ما هم عليه ويسمعون عن هالمطوع، وأخذين حذرهم منه، أخذين حذرهم منه، هالمطوع اللي جاء لعيينه كذا وكذا. ولكن الشيخ ذهب إلى تلميذه، تلميذ الله قال ابن سويلم في الدرعية، ونزل ضيفا عنده، نزل ضيفا عند تلميذه ولم يعلم به أحد، كان أمره بالأول خفية، فنزل ضيفا على تلميذه. علمت امرأة الأمير بقدوم الشيخ، وكان قد هداها الله وسمعت بدعوة الشيخ وسمعت واقتنعت بها، فقالت لزوجها الأمير محمد بن سعود: هذا رزق ساقه الله لك، هذا العالم الذي جاء إلى بلدك هذا رزق ساقه الله إليك، فاغتنم قبل أن يأخذه غيرك. فما زالت به حتى إنه لان معها، فقال: يأتيني؟ قل له يجي. قالت: لا، إلى طلبته قالوا الناس يبي يعذبه ولا يبي يقتل، لكن رح لمها أنت، رح لمها أنت علشان يقدرونه الناس، إلى جاءه الأمير يقدرونه الناس. شوف حنكتها وسياستها رحمها الله. فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم، وكان ابن سويلم خائفا على الشيخ، ولما جاء الأمير زاد خوفه، ما يدري وش القضية. دخل على الشيخ وسلم عليه، عرض عليه الشيخ أمره، فشرح الله صدره، شرح الله صدره لهذه الدعوة وقبلها، ووعد الشيخ بأن يناصره وأن يقوم معه، وتعاهد على ذلك. ومن ذاك الوقت قامت الدعوة في الدرعية، قامت الدعوة في الدرعية، وجلس الشيخ للتدريس والمناصحة والكتابة في الدرعية، وصار الطلاب يتوافدون عليه، وجد من يؤويه ومن يناصره، صار الطلاب يتوافدون عليه. ثم إنه تكون الجيش للجهاد، فغزوا ما حولهم من البلدان ونصرهم الله على ما حولهم من البلدان، ودخلت تحت ولاية الأمير محمد بن سعود، بدل ما هو أمير على الدرعية فقط صار أميراً على نجد كلها، دخلت البلاد تحت إمرته، وقام جيش الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقامت الدعوة